قليلة ويخوض الزمالك مباراة في غاية الأهمية أمام ساغرادا الأنغولي ضمن مواجهة الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. مباراة الزمالك وساغرادا المقبلة تحمل الرقم 16 في تاريخ مواجهات الأبيض مع أندية أنغولا بمختلف البطولات الإفريقية، وشهدت المواجهات السابقة تفوقاً واضحاً للزمالك بتحقيق الفوز في 6 مباريات وخسارة مباراة واحدة والتعادل في 8 مباريات. وسجل الزمالك 15 هدفاً في شباك الأندية الأنغولية بينما استقبلت شباكه 6 أهداف، ويعتبر بيترو أتلتيكو أكثر الفرق الأنغولية التي واجهها الزمالك، حيث التقيا 4 مرات، وكان أتلتيكو أفياكاو أول فريق أنغولي واجه الزمالك عندما التقيا في دور 16 لدور أبطال إفريقيا عام 2005، وأقيمت مباراة الذهاب في أنغولا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما انتهت مباراة العودة بالقاهرة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين. أما على صعيد مواجهات الزمالك وساغرادا، ستكون مباراة الأربعاء المقبل المواجهة الرابعة التي ستجمع الفريقين، وسبق للزمالك مواجهة ساغرادا 3 مرات سابقة انتهت مباراتين بالتعادل السلبي بدون أهداف، بينما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة للنسخة الحالية للكونفدرالية. ويأمل الفارس الأبيض في مواصلة التفوق على الأندية الأنغولية بشكل عام وساغرادا بشكل خاص بتحقيق فوز جديد على ملعبه وأمام جماهيره وحجز تذكرة التأهل رسمياً للدور المقبل بالكونفدرالية الإفريقية.